حول هذه الأزمة ينضم إلينا من نيويورك المحلل السياسي أحمد فتحي. مرحبا بك أستاذ أحمد، كيف تقرأ التطورات التي يمر بها العراق الآن من احتجاجات مناوئة لسياسات المالكي، فضلا عن الأزمات السياسية والأمنية التي فجرت الشارع العراقي بتظاهرات حاشدة في عدد كبير من المدن؟ هذه الأزمة يعني بتعود جذورها إلى موضوع السجينات العراقيات واغتصاب إحدى السجينات من قبل أحد أفراد الشرطة العراقية، وهي تفجرت بعد ذلك ورأينا جميعا كيف كانت التطورات على الساحة العراقية. ولكن يجب أن يعني ننظر إلى قلب المشكلة. قلب المشكلة هو الحكومة الحالية في العراق، قلب المشكلة هو الفساد المنتشر في كل مفاصل الدولة، قلب المشكلة هو نظام المحاصصة الذي نص عليه الدستور العراقي والذي يطبق بكل أسف على جميع أفراد الشعب العراقي. أصبحنا اليوم العراق هذا البلد يعني ذو التاريخ الضارب بجذوره في أعماق تاريخ الإنسانية بيتفكك أمام أعيننا وسط خلافات طائفية يمكن احتوائها، وأن يعودوا إلى مفهوم دولة المواطنة، وأن يكون المواطن العراقي سيدا في بلده بغض النظر عن أي طائفة ينتمي إليها. تقول إنها طائفية، أو كما يردد ذلك أيضا رئيس الوزراء المالكي، المتظاهرون يقولون بالعكس نحن ضد الطائفية، نحن خرجنا من كردستان العراق أيدت هذه التظاهرات، الأنبار أيدت هذه التظاهرات، مقتدى الصدر أيضا من الطائفة الشيعية أيد هذه التظاهرات، هم يقولون نحن خرجنا تجاه الطائفية التي ينتهجها نور المالكي. أسامة النجيفي رئيس البرلمان يقول بأن 90% من المعتقلين في السجون هم سنة. هذا صحيح بكل أسف، وأنا أعود أنا يعني أحب أن أنا أركز على نقطة المحاصصة، توزيع المناصب والوزارات طبقا للحصة الطائفية. السيد المالكي بينفي أنه يوجد محاصصة في البلاد. الرأي العام والحس الوطني لدى المواطن العراقي هو مع المواطنة وليس المحاصصة. ولكن المؤسسة الموجودة، مؤسسة الحكم الموجودة حاليا في العراق، هي يعني مؤسسة يعني اسمح لي من ال 34 وزارة الموجودة في اللي تشكل مجلس الوزراء العراقي، كم وزارة أصبحت يعني مناطق نفوذ شيعية، وكم أصبحت مناطق نفوذ سنية، وكم أصبحت كردية، هم الثلاث أقل يعني الثلاث طوائف الأكثر بروزا في المجتمع العراقي. يجب أن يعود العراق إلى دولة المواطنة. المشكلة سنعود السيد المالكي يدعي أنها مؤامرة خارجية، بكل أسف هذه العذر وهو عذر أقبح من ذنب استمعنا إليه في مصر، في تونس، في ليبيا، في كل المنطقة، عندما تواجه مشكلات تقول أنها المؤامرة الخارجية. أنا أعيش في الخارج منذ أكثر من 25 عاما، أريد أن أرى أين هؤلاء هذه القوى الخارجية التي تمول هذه الاضطرابات في كل الأقطار العربية، لماذا لا تمولها في أقطار أخرى؟ ولماذا دائما العرب هم المقصودون بهذا الموضوع؟ طيب لماذا بنظرك لماذا حتى اللحظة لم نسمع يجب أي مواجهتها بحلول؟ نعم، لماذا لم نسمح بنظرك أستاذ أحمد لم نسمع حتى اللحظة بأي تصريح من الولايات المتحدة سواء كان مع هذه التظاهرات أم ضدها، وهي من يعني جاءت إلى العراق وجاءت بهذه الحكومة التي كما تقول دعت إلى المحاصصة بعيدا عن المواطنة؟ الولايات المتحدة الشأن الداخلي هو المسيطر حاليا على الساحة السياسية، ويجب أن نأخذ أيضا في الاعتبار أن السيدة هيلاري كلينتون تعاني من بعض المشكلات الصحية، فأنا لا أرى من يوجد في أوساط الحكومة الأمريكية يستطيع أن يواجه هذه المشكلة. أنا لا أعتقد أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما يريد أن ينغمس في هذه المشكلة، يتركها على مستوى الوزراء، ننتظر بعض الوقت لنرى. مشكلة الهوية المالية، مشكلة تعويضات لضحايا إعصار ساندي،
مشكلة قوانين اللي هي منع العنف تجاه النساء هي الموضوعات المسيطرة على الساحة السياسية الأمريكية هذا الأسبوع. شكرا جزيلا لك من نيويورك المحلل السياسي تتحمل أحمد فتحي، نعتذر بسبب ضيق الوقت، شكرا جزيلا لك.